أعتقد دلوقتي الحكاية واضحة قدام حضراتكم، يعني خيرت الشاطر الأيام تكشف دوره وسط الروابط التشجيع الكروية الأهلوية والزملكاوية، وبعدين دلوقتي تلميذه ودراعه وعينه جوه القطاع التيار السلفي الجهادي، واللي يعني دلوقتي بيزرع نفسه جوه الإخوان بانتهازية كبيرة باعتبارهم كيان واحد، يعني بيقولها بلغة واضحة ومباشرة. وبالتالي أرجو بقى من الجميع تبقى الأمور واضحة قدام. طيب فكرة العصيان المدني هيشتغلوا عليها إزاي؟ نسمعها برضو منهم أحسن. الموضوع الثالث، المقالة الثالثة في حملة العصيان المدني، ان احنا نقول للناس عدد من الفعاليات اللي لازم نشتغل عليها الفترة اللي جاية وازاي نحشد لها الناس.